أشعياء 49 وعدد 14. كان الوقت دوت الشعب في السبي في بابل، وحالتهم كرب، حالتهم سيئة، ويقول كده في عدد 14: وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسياني. ويجي رد الرب في عدد 15: هل تنسى المرأة رضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساكي. ووزع على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. الآيات اللي قريناها مع بعض في أشعياء 49 وعدد 14 بتتحدث عن حالة إنسان شاعر أو لسان حاله أن الرب تركه سايبه، أن الرب نسيه. وعايز ابتدي النهاردة الكلمة برسالة من السماء، رسالة حب الرب بيبعتها لكل واحد فينا. عايز يقولك ان هو مش تركك وهو مش نسيك. هل تنسى المرأة رضعها؟ دي كانت كلمات الرب. كتير قوي ممكن نوصل لحالة، ممكن يبقى في شخص بيسمعني كده وهو ده احساسه، انه ربنا ده ممكن يكون موجود لكن ده مش بتاعي، انا ما لياش علاقة بيه، انا دي حاجة ما تخصنيش. ده يمكن لناس تانية، ناس بتحضر كنيسة، ناس متدينة، لكن كل حاجة بتقول انه لو ربنا موجود، لو ربنا بيحبني، لو كل الكلام دوت، يبقى ده مش واقع ليا، ده مش حاجة علشاني انا. في أمور ممكن تخلي الإنسان يوصل للحالة من التصديق، من الاقتناع أنه قد تركني الرب وأن الرب نسيني. قد تركني الرب والرب نسيني. في حالة ممكن يوصل لها الإنسان بطريقة دي، أنه يوصل للكونكلوجن دي، هذه النتيجة، أن الرب تركني، رب سيبني، وان الرب نسيني. ممكن يكون دوت النتيجة اللي وصلت لها بسبب ان انت عارف قوي قوي خطاياك اللي انت وقعت فيها، اللي كنت بتمارسها، الحاجات انت مش قادر تسامح نفسك عنها، وعارف جدا انه بسبب الخطية دي مش ممكن ان يكون ربنا بيبصلك او يفكر انه يقرب منك. كتير قوي خطايانا بتخلينا كده سهل نصدق هذا الفكر، ان الرب تاركني والرب نسيني. ليه؟ لانه بسهولة قوي سهل علي ان انا افتكر خطايا الماضي، ضعفات الوقت اللي حتى تجرأت وشتمت فيه الله، I swear at him، وتكلمت بكلمات صعبة جدا، او يمكن خنت شخص صديق ليا. ايا كان الخطايا اللي انت وقعت فيها، ايا كانت ماضيك، ممكن تكون النتيجة انه ابليس نجح ان يوصل لك انك انت معتنق هذه الفكرة: الرب تاركني والرب نسيني. وممكن يبقى حد بيسمعني وصل لهذه النتيجة انه اكيد ربنا تاركني، اكيد ربنا نسيني، والنتيجة دي وصلت لها علشان بسبب جروح من آخرين لحياتك، ناس قريبة منك جدا أزوك، جرحوك، تعبوك، جرحوك، وصلوك لهذه النتيجة. ممكن يبقى بسبب أن والدتك طول الوقت بتقولك أنت قبيحة، أنت مش جميلة، أو حاسس أنه والدك كان بيميز أخوك عنك، وشايف أنه أخوك أفضل منك، أذكى منك، أختك أحلى منك. دي الصغيرة هي دي آخر العنقود، كان كل الاهتمام بيها، وبسبب كل اللي تعرضت له، بسبب كل اللي تعرضت لي،
وصلت النتيجة انه الرب نسيكي، الرب تركك، انت مالكيش قيمة في عينينا الله. بس النهاردة الرب بيقولك ان الرب بيحبك، الرب بيقولك النهاردة انك غالي، انك غالية. مش مهم مامتك بتقول ايه، مش مهم ابوك بيقول ايه، مش مهم جوزك بيقول عنك ايه، مهم ان هو شايفك ازاي. للأسف ان كتير قوي اللي احنا بنتعرض له انه جروح الاخرين لينا بتوصلنا لنتيجة انه there is no God، او ربنا نسينا، او الرب تاركنا. وممكن بقى يكون النتيجة اللي انا وصلت لها ان الرب تاركني او الرب نسيني، مش عشان خطاياي ودايما بتذكرها واحساسي بالذنب، او مش شرط علشان ناس اذتني وجرحتني وعملتني معاملة سيئة، لكن ممكن يكون بسبب الظروف. ظروف الإنسان يمر بيها توصله لهذه النتيجة. وهو ده في الواقع الظروف أو الأحداث اللي اتكتبت فيها هذه الآيات كان بسبب كده. ليه؟ لأنه الشعب في الوقت ده كان بيمر بظروف صعبة جدا جدا. ظروف دي إنهم في السبي، سابوا بلدهم، كانوا متهنيين، مرتاحين، متربيين فيها، عارفين لغتها، ده المكان اللي تربوا وحاسين بالأمان فيه. عارفين لما واحد يطلع في مكان كده ويتربى، ومرة واحدة الظروف السياسية، حروب تقوم، يجي ملك بابل يحرق المدينة والأسوار وياخد ناس للسبي، وألاقي نفسي كده بعد لما كنت أنا في بيتي في أمان، حاسس بالدفء بالراحة، الدنيا تلطش بيا وتوصلني. ممكن تبقى دي الظروف انت مريت بيها، انك انت لقيت نفسك في مكان مش انك اخترته بنفسك، مش لقيت نفسك في شغلانة مش لانك انت اخترت الشغلانة دي، لان الظروف لطشت بيك كتير جدا، ولقيت نفسك ان الظروف كلها ضدك ضدك ضدك، وعامل زي صهيون هنا او شعب الله في هذا الموقف كده، انه لما بصوا كده بعد لما كانوا في وقت كانوا نايمين صحيين في أورشليم ومرتاحين، وكان في أمان وكل حاجة في بلدهم، معززين بيوتهم، الكروم بتاعتهم، الحقول بتاعتهم، أراضيهم، ممتلكاتهم، دلوقتي لقوا نفسهم في حالة تانية، بيشتغلوا عبيد زي واحد كان في وقت كده في وظيفة مكرم معزز في بلده، الظروف تلطش بيه ويلاقي نفسه في بلد غريبة، يخسر مكانته، وبسبب يمكن اللغة والدنيا تلطش، وحس كده بالمزلة، منسي مطروق من الرب، منسي مطروق من الرب. دي أمور مختلفة ممكن توصل للإنسان للاعتقاد، وإنه يفكر كده أنا أكيد منسي ومطروق من الرب، ربنا ده مش بتاعي، ربنا بتاع ناس تانية. لكن رسالة الحب النهاردة إنه الرب عايز يقول لكل شخص بيسمعني، أيا كانت الدايرة اللي ممكن تكون وصلتك في وقت من الأوقات لهذه الكونكلوجن، لهذه النتيجة، إنه الرد اللي نقراه كده في عدد 15 رد جميل جدا. يجي الرب، أول شيء في الرد دوت، أول شيء إن الرب هو اللي جه وبيكشف اللي في أعماق الإنسان وفي أفكاره، زي بالظبط كده من حبه ليه كده يسمح ان الواعظ او متكلم او تسمع في واعظة او على التلفزيون او في تقرأ في كتاب كده حاجة، تحس ان الكلام ده بالظبط بيكلم عليك انت، تقول لي ايه ده معناه، قول لك لانه انت غالي في عينين الرب، وعايز يقولك انه حاسس بيك جدا. الرب مش مجرد اله نظريات، لكن عايز يتعامل مع احتياجك الخاص. الرب عايز يقولك انه حاسس بألامك لما تكون انت بتنام والدموع بتبل فراشك ومحدش حاسس بيك، اللي يمكن نايم على الفراش جنبك مش حاسس بيك، لكن هو حاسس بيك وعارف اللي بيدور جواك. يقولك كده انا عارف الاحساس اللي عندك بالترك، عارف الاحساس اللي عندك بانك منسي، مش موجود، كأنك مش موجود. والرد التاني بقى رد واضح يجي يقول كده، لما الرب جاي يرد على إنجاز التعبير هذا الاتهام الموجه إليه أو هذه الفكرة، قال هو شفته قبل كده، امرأة بتنسى رادحها، هل تنسى المرأة رادحها؟
حد يعرف واحدة نسيت ردحها؟ هل تنسى اختار الرب عشان يصور العلاقة اللي بينه وبينك اللي هو اختارها وهو حددها؟ مش اللي انت حددتها، لكن ده هو ده اللي في قلبه، هو ده العلاقة اللي هو رسمها، انه علاقة مرأة بردحها، امرأة بردحها. ليه؟ لانه بيختار، اختار مثل الحب الام في سموه، في عظمته، في روعته، في جوانبه المختلفة. الأم دي اللي تيجي كده أول لما ابنها كده بيبقى رضيع، تهتم كده تبص عليه وتتأكد أنه آكل ومغير الدايبر وما فيش حاجة بتزقله، لو شافته بيعيط تاخده كده وطبطب عليه وتتأكد كده أنه يرتاح وتشوف ماله، تهتم بيه، عينيها عليه، سهران عليه لما حتى الأب بينام زي بابات كتير أولا، لكن هي صحية ليل نهار، كل حاجة تتقلب في حياتها بسبب حبها لهذا الرضيع، عشان بتحبه وعايزة تعتني بيه وعايزة تهتم بيه. الرب عايز يقول لي أنا كأم ليك، وهي دي رسالة الحب، إن الرب بيحبك قوي وعايزك دايما تفتكر، وعايزك مش بس تفتكر بالكلام لكن تتمتع بحب الرب ليك زي حب الأم مع رضيعها، وإنك تشوفه زي الأم الحنينة، وتشوف نفسك زي الرضيع الصغير الضعيف اللي لا حول له ولا قوة، اللي ما يملكش أي شيء سوى أنه متكل على حب الأم. لولا حب الأم لرضيعها طفل يموت، طفل خلاص ينتهي حياته، ما يقدرش بقوته أنه يأكل نفسه، ما يقدرش بقوته أنه يحمي نفسه، ما يقدرش. الأم لما تاخد كده الرضيع في حضنها في صدرها كده وتدفيه، الرب عايز يمتعك. وسؤال النهاردة ليك، هل تمتعت بحب الرب؟ هل متمتع بحب الرب ليك كحب الأم للرضيع؟ والحب اللي هو بيقولك كده أنا مش ممكن أنساك، أنا مش ممكن. هل ممكن تنسى الأم رضيعها؟ هل ممكن الأم تنسى رضيعها؟ الرضيع ده كمان جميل قوي، مش الأم جميل، رب عايز بكل قوة يقول قد إيه أنا محبوب. ما بيقولش هل تنسى الأم ابنها، لا، بيتكلم على الأم رضيعها. ليه؟ لأن الرضيع في صور، يعني الابن الأم بتحب ابنها، لكن الرضيع شوفوا أم مع رضيعها كده تبقى ناسية الدنيا، ناسية جوزها، ناسية ممكن لو متاخدش بالها تنسى كل حاجة في الدنيا حواليها، كل الاهتمام منصب على شخص. لأنه الرضيع كمان بيتحدث عن الطفل كده في قمة صور ضعفه، يعني مفيش أضعف من كده، ضعيف جدا جدا. مش لما مثلا بقى شاب وكبر وبقى يعتمد على نفسه ويقدر يعمل بيض ويأكل نفسه أو يوصل نفسه المدرسة أو يعمل كده، الأم بتحب كده، لكن صورة الحب اللي الآب بيقول لنا، أبوك السماوي اللي إلهك بيحبك بيها، هي صورة زي الأم مع رضيعها الصغير جدا الضعيف اللي ما لا يحتمل إنها تتركه، لا يحتمل الوضع إنها تسيبه يعتمد على نفسه. والرب بيقول لك أنا عايز أمتعك بهذا الحب، أنا ليك هكذا، أنا الأم مع الرضيع في اسم الرب يسوع، في سورة الرضيع ده وهو ضعيف وهو صغير. ويجي يكمل كده، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ يجي بقى يكمل ويقول حتى هؤلاء ينسون. يعني لو حاجة مش طبيعية هتحصل، مش ده الطبيعي ان مرأة تنسى ابنها، لكن حتى لو حاجة غير طبيعية زي كده حصلت، ده مش ممكن يحصل مع الرب. يا ايه الكلام دوت؟ يعني استحالة ان انا انساك، استحالة ان انا اتركك، استحالة، مش ممكن، ده غير وارد بالمرة. يعني لو في احتمال واحد في المليون ان ام تنسى رضيعها،
نسيته في العربية وراح تعمل شوبينج عشان تجيب شوف ممكن نضحك أو كده. نسيت الرضيع بتاعها، مع أنه في الأزمنة اللي احنا عايشين فيها والأساوة كتير ممكن بتسمع حاجات غريبة جدا، لكن حتى لو الواحد في المليون ده ممكن يحصل، ده بقى مع الرب مفيش احتمال واحد في الايه، ده مش اوبشن، ده مش احتمال، ده مش ممكن اطلاقا ان الرب ينساك او يتركك. النهارده كل شخص من حقه انه يقبل هذه الرساله، رساله الحب، انه يقول كده مش ممكن ابدا ابويا يتركني، مش ممكن ابدا، حتى لو شكل المركب بتغرق، حتى لو شكل الامواج بتخبط فيا، حتى لو شكل كده انه سايبني الحاجات كده، الرب النهارده بيقول لك كده افتح قلبك، افتحي قلبك كده لحبي ليكي. ولما تفتح قلبك للحب ده انه يلمس يشفيك، يشفيك من خطاياك اللي مخليه المعتقد ده او الافكار دي متغلغله جواك، سيب حبه يدخل جواكي عشان يشفيكي من جروح الاخرين ليكي، سيب حبه يملاك كده النهارده عشان يملى الصورة انه في كل الظروف، لو الدنيا كده شكلها خراب خراب خراب، يعني it's dead end زي ما بيقولوا، ما فيهاش اي احتمال، في هلاك يعني هلاك، في اذى يعني اذى، في مصيبة يعني في مصيبة، النهاردة الرب عايزك تثق في حبه ليك. هل في ناس النهاردة تصدق حب الرب؟ انه تصدق الحب ده بمعنى ايه عمليا هنا كده؟ انها تقول ده حتى لو الام، ممكن نسمع ان الام مع رضاعها، مش مع ابنها، مع رضاعها تنساه، ده انا الهي عمره ما حينساني. ويجي كده بقى يقول في العدد اللي وراه ويكمل الحب العجيب ده، يقول ايه؟ هوذا على كفي نقشتك. النهارده الرب عايز يقول لك كده انت منقوش على كفه كده، منقوش على كف الرب. يعني ايه منقوش على كف الرب؟ يعني مش ما بيتذكرك كده زي فكرة عابرة وممكن تنسى، يعني انك تفكر ان الرب ممكن ينساك، ده كأنه حاجة يتذكرها ويفتكرها، يجي يلغي هذه الفكرة من اساسها، لانه الموضوع مش قابل لنسيان. اصل انت مش فكرة عند الرب تيجي وتمشي، انت منقوش على ايديه، انت منقوش، منقوش، منقوش يعني محفور، انت انجريفد في كف الرب. ومش مثلا مكتوب كده بحبر عشان ممكن الحبر ده يضيع مع المية ومع الظروف او كده، كنت مكتوب في وقت حطه كده عشان يفتكرك، لا ده منقوش يعني حاجة ما فيش اي حاجة تقدر تمحوها، مفيش أي شيء، هيدي المعنى، مفيش أي شيء يقدر يمحو اسمك من كف الرب، مفيش أي شيء، مفيش أي قوة، مفيش خطية، مفيش ضعف، مفيش ماضي، مفيش أي شيء يقدر إنه يمحو اسمك. صدق حبه ليك إن أنت منقوش على كفه، منقوش على كفه، اختار إنه يحفر اسمك، يحفرك أنت بالكامل جواه كده، يعني حاجة غير قابلة إنها يعني زي ما بيقولوا ما فيهاش اندو. عارفين في الكمبيوتر كده لما اعمل حاجه اوبس عملت مستيك كده فاعمل اندو، رحت لغيت اللي انا عملته. ينقشك الرب ده بقى، ده حاجه كانه بيقول لك كده ده ما فيهاش اندو، انت منقوش، انت غالي قوي ان الرب نقشك. كل واحد يقدر يغمض عينيه ويقبل حب الرب ويقول له اشكرك لان انا، قول اسمك كده، جرجس منقوش على كفك، جرجس منقوش على كفك، يعني مش حاجة قابلة للنسيان أساسا. والناس اللي بتحب تتأمل وتفسر في هوذا على كف نقشتك يقولوا كده ويقارنوا ده بقى إزاي إنه بعد القيامة لما توما جاب، لما الرب يسوع جاب توما وخلى توما يلمس كده مكان المسامير عشان يحس، يقولوا ده ليه علاقة بأشعياء 49:15. تقول لي ازاي؟ لأنه الرب بالجسد المقام اللي هو منتصر على الضعف والفساد وكل حاجة، اختار
انه يحتفظ باثار المسامير حتى بعد القيامه، وهتفضل اثار المسامير للابد منقوش عليه علامه حبه ليك. برغم انه احنا لما نقوم باجساد مقامه من بين مقامه جسد القيامه، الاجساد الممجده دي خلاص ما فيهاش الفساد، ما فيهاش كل ده، لكن الرب اختار انه يحتفظ، وهيحتفظ ده للابد بعلامات الحب لانها منقوشه، عشان دايما كده يبقى قد ايه انا بحبك، قد ايه انا بحبك، بحتفظ. اللي ممكن يبقى الناس ايه ده شكله وحش قوي، ايه مكان المسامير اللي في رجلينه كده، انا بحتفظ بكل ده عشان دي سمات الحب اللي منقوشه اللي هتفضل في شخص الرب للابد. قد ايه بيحبك، لان حبه ليك حب ابدي، مش حب وقتي، مش حب كده حاجه تمحوها او حاجه تضيعها. هل ادركت حب الرب ليك؟ هل تقبل النهارده هذا الحب وتتمتع يا لعظمه حبك، يا بحر محبه الفادي العظيم؟ انظروا اية محبه احبائي، رساله بسيطه ان الرب بيحبك قوي قوي قوي، وانت منقوش على ايديه، وعلامه حبه منقوشه للابد على ايديه. تعالوا نغمض عينينا كده نقول له يا رب يعجز لساني عن الكلام أمام هذا الحب العجيب. كل اللي أقدر أقوله يا رب خليني أحس بحبك، اديني قلب يحس ويتلامس مع هذا الحب. يا رب أنا باخد قرار النهاردة أفتح قلبي لحبك العجيب، اشبعني بهذا الحب. آمين.